انا مش عايزه انطق بقى، لا ربنا ما يخليك يا ينفعش رب، ربنا يخليك، والله ما ينفع اتكلم، يعني انا عايزه افضل اسمع حضرتك يعني واستغلك الله يخليك طول تقولي، الفقره. ربنا يخليك ايه تقولي، الجمال ده ربنا وايه يعزك، الاحساس ده وايه الصوت الجميل ربنا يخليك، الحنين ده. ربنا يخليك. دي الحان الجميل الله يرحمه خليل مصطفى، الله يرحمه، وكلمات الشيخ طه عوض، الله الله يعني يكرم الشيخ طه وخليل، ويرحم، خليل مصطفى، ويعني يرحم كل الفنانين العظام اللي بيمتعونا ويخليك لينا. الله يعزك، يعزك. بس انا زعلانه منك بقى، ليه بقى؟ يعني ليه مش منتشر كده، ويعني ليه مش يعني مش موجود بالشكل اللي يليق بعظمه صوتك؟ والله انا في الحكايه الاخص يعني ايه، ليه عندي قانون شويه يعني، وليه عندي يعني حكايه وكده، لازم اطلع وانا عامل حاجه تناسب مثلا اللي انا عملته قبل كده والناس ايوه حابه، ما بحبش اطلع كده وخلاص يعني، يعني ايه والله في حاجه. العظيم انت لو طلعت وخلاص، لو قريت الجورنان وغنيته احنا هنبقى فرحانين. لا بالعكس، انا احب اكون اطلع مثلا في مناسبه، مثلا اكون انا مثلا عايز اقول حاجه مثلا جديده، حاجه حلوه، حاجه ناس حباها، ناس عايزاها كده يعني. طب انا عايزه بس ارجع واحنا صغننين شويتين ثلاثه، ايه يعني فكره الطرب دي؟ يعني كانت احلامك من وانت طفل ان انت تغني وانك يعني تبقى مطرب كبير، ولا بالصدفه، ولا انت يعني ما جاتش في بالك والقدر هو اللي ساقك لفكره انك تبقى مطرب مشهور؟ هو الغنى عند اي حد نوبي بالفطره يعني، يعني الواحد بيغني بالفطره يعني، الناس بيحب الغنى بيغني مع الاسره، مع الاقارب، في المحافل الاسريه، فبالتالي بيبان موهبته من غير ما هو يقصد، ايوه فبالتالي بيتلم حواليه الجموع يعني، الناس بتتلم حواليه وبيحبوه وبيشجعوه وبيدفعوه يعني، بالتالي بيغني بقى تمام. للعامه يعني. انا عايز اعرف يعني القرار، لما اللحظه اللي انت قررت فيها انا هبقى مطرب، انا مش عايزه ابقى مهندس، مدرس، محاسب، انا عايزه ابقى مطرب، ايه الخطوه اللي عملتها، اول خطوه عملتها علشان تساعد نفسك كمطرب انك تكون حسن عبد المجيد النجم الكبير؟ هو اي حد بيغني بالذات ده، دي الحاجه الوحيده اللي هي لازم تكون مع الناس يعني، دي يعني اول حاجه قالت به يعني، بتترجم موهبتك لجمهور حواليك، في قبول للجمهور، ما انا عايز، مش عايز هي يعني حسبه سريعه، انت بتغني حلو هتلاقي ناس بتحبك، تمام. بتغني مش حلو الناس مش بتحبك، فانا انا كل حب للغنى عشان الناس قبلتني، الله او عليك، الناس عايزاني مثلا اغني، عايز اكون في وسطيهم في كل محفل يدعوني، اروح اغني لهم ببلاش كده، مش شرط يعني، انا ما كنتش لسه يعني اعرف يعني يعني ايه، ماشي. اروح اي محفل اغني في عيد ميلاد بقى، حنه، فرح، بتاع عسل الاقارب، اغني فيه ويدعوني فيه عشان اغني، طيب فده ده هو على ده مستوى ايه الهواية، لكن لحظة القرار بتاع انا هبقى محترف، يعني هبقى اسم بيتعاقدوا معايا وباخد مقابل وانا مطرب، كان فاكر اول حاجة او اول على حاجه، مستوى الاحتراف؟ اول حاجه ايه يعني، انا اللي خلاني ان انا اقرر اكون محترف، انه عندي في القبول بيكبر شويه، عمال يكبر، فده بيديك دافع طبيعي انك تتحرك في مساحه اوسع واكبر وفي عدد كبير من الناس، ايوه ده اللي خلاني ابقى جريء ان انا اقول ايه، اعمل عمل خاص بي انا، ايوه وانا كنت مولع ان انا عايز اعمل حاجه تخصني انا يعني، حاجه تقدم للناس ان دي بتاع حسن عبد المجيد، طب فالحمد ايه لله. اول حاجه، اول حاجه دي اللي عملت لك البومينج